مشاهدي قناة معلومة الأعزاء، نبارك لكم ولادة الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل فيه صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم. ما هي المفطرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها؟ المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبالنسبة للأكل والشرب، سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان قليلا أم كثيرا، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا حراما، حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر، والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات، ولو أكل عجينا عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار. الثالث: الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة. الخامس: الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام، سواء أخذها الإنسان بالوريد أو بالعضلات، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. السادس: القيء عمدا، فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء. السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم، وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها. الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة آلات منفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر. وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم بدون عذر، ترتب على ذلك 4 أمور: الإثم وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، ووجوب القضاء. وإن كان المفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول: العلم، فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم. مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع،
فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت. ومثال الجاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا من القرآن ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه، وقالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فصار إفطارهم في النهار ولكنهم لا يعلمون، بل ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، ولكن لو أفطر ظانا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه فصومها صحيح لأنها غير مريدة. ودليل ذلك قوله تعالى في من كفر مكرها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا أكره الصائم على الإفطار أو فعل مفطرا بدون إرادة فلا شيء عليه وصومه صحيح. تقبل الله صيامكم وغفر لكم ورزقكم الجنة. من شاهد الفيديو حتى النهاية أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقل رأيك في الموضوع، وهل لديك موضوع تود طرحه؟ لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقد قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس. Oh.